السؤال الثاني، ما واجب الشباب المسلم في بيته من شأن التلفاز؟ عندما يدخل البيت ويشاهد أغنية في التلفاز، هل يذهب إلى التلفاز ويقفله؟ الواجب على الشباب وغير الشباب، على الشباب وعلى الشيب كلهم، الواجب على الجميع إنكار ومنكر، ولا يختص هذا بالشباب، مع الرجل والمرأة والكبير والصغير، عليهم جميعا وعلى حسب تقواهم لله وإرادتهم لله يكون واجب أكبر. ومن عرف دين الله وعرف ما وجب الله عليه صار واجبه أكبر. فإذا وجد الأغنية قفل التلفاز أو المذياع أو الفيديو، قفل ذلك إذا استطاع، أو نصح إذا لم يستطع نصح أهله ونصح والده ونصح إخوته وحثهم على تقوى الله، فإن أجابوا إلا خرج ولم يحضروا معهم المنكر. هذا هو الواجب عليه.